شكرا للزميل فيصل الشريف وايضا عون الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء في كل مكان عبر القنوات الناقلة السعودية الرياضية، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير، احييكم باجمل واطيب تحية وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته في اول ايامنا ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الامين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، انطلاقة سن المفاريد شوطنا الثالث الابكار المفاريد، مقدمة الشوط المركز الاول مرسومة على الصدارة، محمد بن علي بن حمد آل فهيده المري يقدم لنا مرسومة، بينما المركز الثاني وصل التاريخ، مرحبا يا ابو سبيح صفر بن سالم بن حويض الاحصيمي يقدم لنا تاريخ، بينما المركز الثالث مرحبا يا بن صهيب يقدم لنا قمري فادي بن تركي بن صهيب الدوسري القاتم من الوادي مع انطلاقة واندفاع التاريخ، بينما المركز الرابع عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري يقدم لنا الدوحة القادم من الدوحة من دولة قطر الشقيقة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة الأخوية في أقل المهرجانات، مهرجان سمو سيدي ولي العهد، بينما المركز الخامس القادمة من الجانب الأيمن مطيح بن مانع بن دواس العامر مع الدغاشة، الدغاشة مرحبا يا مالك معس سعيد بن علي بن محمد المري بدأ يفرق الصفوف، بدأ ينطلق مع انطلاقة دغاشة من دغاشة الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن، أو معس 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 انطلقت إلى نحو النماس، انطلقت إلى نحو الانتصار، إلى نحو النقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي، ولكن مرحبا مرحبا بالسمي، مرحبا يا أبو نايف عبد الرحمن بن سلمان بن صالح الاعتابي قادم، وصل المغيري مع مسنا مسنا ومعزة معزة ومسنا وآخر الأمتار، ولكن معزة ولكن معزة انطلقت إلى نحو النوماس إلى نحو الانتصار، سعيد بن علي بن محمد المري منتزعا وخاطفا لنوماس هذا الشوط، سلام يا المري سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل، بينما المركز الثاني معزة بشعار عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري حضر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث راية بشعار رايد بن سعيد بن قرامز، المركز الثالث شعار بن قرامز الصيعري، والمركز الرابع عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري مع الدوحة، والمركز الخامس شعار محمد بن صالح بن سالم الكربي حضر مع نهب المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، تهانينا والنماس لمالك معزة وشعار سعيد بن علي بن محمد الغياثين الغيثان المري، توقيت دقيقتين 54 ثانية 67 جزء من الثانية، توقيتي معزة سعيد بن علي بن محمد المري، ثانية مزنة عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري دقيقتين 55 ثانية و78 جزء من الثانية. المركز الثالث حضرت الدوحة بشعار عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري حضر على المركز الثالث مع الدوحة دقيقتين 58 ثانية و48 جزء من الثانية، ورابعا راية بشعار رايد بن سعيد بن قرامز الصيعري، وخامس النهب محمد بن صالح بن سالم الكربي حضر على المركز الخامس. متابعينا الكرام
مشاهدين الأعزاء شوط مثير، وكان من نصيب معزة سعيد بن علي بن محمد المري منتزعا وخاطفا لنوماسي هذا الشوط، ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير المهرجان